فهنشوف احنا المره اللي فاتت لا دارنيير فوا جي اكس ابليكي لي زادجيكتيف بوسيف. في المره السابقه انا جي اكس ابليكي لي زادجيكتيف بوسيف شرحت الادجكتيف بوسيف والكلام ده لاولادنا اللي هم في سنه اولى طبعا وفي سنه ثانيه الكلام ده انا ديجا اتيدي سا كنت نتي او كولاج او بيانو ليسي، يعني الكلام ده سبق وشرح يعني عرفناه في المرحله الابتدائيه الاعداديه والمرحله الثانويه. هنيجي عندنا بنقول ان صفه الملكيه بتعود على المملوك وليس المالك، يعني غير على 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 النقيض تماما من اللغه الانجليزيه. فاقول جيم مون بير وديت اكزامبل للكلام ده، جيم ما مير جيم مي بارون، اقول تو ام تون بير تا مير تي بارون. يعني انا لو عندي البوسيسير المالك جو والمملوك مفرد مذكر يبقى اجيب صفه الملكيه مون، ولو مملوك مفرد مؤنث اقول ما، لو مملوك جمع بنوعي اقول مي. فانا لو عندي البوسيسير اللي هو المالك هو اصلا تو اللي هو ضمير المخاطب في سانجلي طبعا يبقى تون تا تي، لو عندي ايل او ال يبقى سون سا سي. طيب يعني اقول جيم مون بير جيم ما مير جيم مي بارون، بحب بابا بحب ماما بحب اخواتي مي بارون والدي، او جيم مي فرير جيم مي سير احب اخواتي الصبيان او احب اخواتي البنات. طيب عندي بعد كده تو، واحنا الكلام ده قلنا تو هيبقى تون تا تي، والكلام ده شرحناه قبل كده تو ام تون بير تا مير تي بارون وهكذا، او تي فرير تي سير. مع الايل والال يبقى سون سا سي، يبقى الادجكتيف بوسيف كده عندي جو مون مامي تو تون تا تي ايل سون سا سي. بعد كده عندي نو نوتر نو، عندي لو المالك نو والمملوك بتاعه مفرد بنوعي سواء سانجلي ماسكولا سواء سانجلي فيمينا يبقى نوتر، يعني اقول نوزيمي نوتر بابا نوزيمو نوتر ماما، يبقى عندي هنا بنحب مامتنا بنحب بابانا وهكذا. نوزيمو نو بارون ان او اس نو بارون، مع الفو فوزيمي فوتر بابا فوزيمي فوتر ماما vous aimez votre sœur vous aimez votre frère etc. طب عندي مع الايل والال بقى يبقى لير ولير افيك اس، يعني il aime يعني les enfants او les garçons aiment leur papa les filles aiment leur papa aussi او ممكن اقول leur maman. طيب انا عندي بارون بقى يبقى إليم لير بارون ال لير افيك اس. في ملحوظه انا كنت قلتها لسيادتكم في الادجكتيف بوسيف، يعني انا عندي بستبدل ال 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 الما والطا والصا بي بنستبدلهم لو رومبلاس بار تون عفوا مون اهون مو ما مي. يعني هنا بدل ما بنكتب يعني مثلا عندي لو هو المملوك بتاعي مبدوء بحرف متحرك يعني بقول جيم وبعدين هنا امي امي جيم مو مون امي جون، انا بحب صديقي جون، او جيم هنا تو ام وبعدين اني ايزابيل الا او ال ام not ami هنا ami هنا ami Jean Jean et Isabelle
أو ممكن أقول أمي هنا افيك او اس بلوريال ماسكولان او فيمينا. عايز أقول لسيادتكم أنا عندي الملك جو، المملوك مفرد مذكر، يبقى المفروض أنا بجيب مو، أجيب ما هنا عند المملوك هنا مفرد مذكر يبقى جيم مون امي جون، أنا بكلم هنا صديقي جون. جيم مون امي جون، جميل جدا. تو ام انت بتحب، وبعدين هنا امي ايزابيل، امي هنا سانجولي فيمينا صديقتي ايزابيل، صديقتي ايزابيل هنا، فالمفروض دي مفرد مؤنث فاقول ما، يبقى تو ام عفوا هنقول طا وبعدين امي ايزابيل. فما ينفعش انا هنا اجيب طا استبدل الطا دي بطون، طون امي ايزابيل. هنا ال او ال ام وبعدين هنا امي، يبقى هنقول سيزامي. عايز اقول لحضراتكم يعني الما والطا والصا بستبدلهم بمون وطن، مون وطن وصن عفوا يبقى نستبدلهم بمون وطن وصن امام مملوك مفرد مؤنث. يعني هنا بقول بدل ما اقول ما أمي أنا ما أمي أو سا تا أمي وبعدين هنا أمي مثلا، هستبدل الما والتا والسا دول بمن وطن وصن أمام مملوك مفرد مؤنث مبدوب بحرف ايه متحرك. هاجي برضو بعد اذن حضراتكم هنا انا مثلا ما اقول ايه هنا ما اقول جم، اقول لحضراتكم كده جم وبعدين نقط ايكل تي ام ايكول هنا ال او ال ام وبعدين هنا ايكول. ايكول يعني مدرسه وده مفرد ايه مؤنث. لو بصينا حضراتكم هنا جو ام وبعدين ايكول، الملك جو المملوك مفرد مؤنث المفروض هجيب ما. طيب تي ام المملوك هنا مفرد مؤنث مع تي المالك البوسيسور مفرد مذكر والمملوك هنا مفرد مؤنث ماشي، ففي الحاله دي انا اجيب تا. طيب ال او ال ام وبعدين نقط ايكول، يبقى هنقول هنا هون ايه المفروض ده مفرد مؤنث هجيب صا. قال في الحاله دي ما دام الاسم عندك يعني المملوك مبدوب بحرف متحرك فهستبدل الما والطا والصا بمن وطن وصن، يبقى عندي بستبدل الما والطا والصا بمن وطن وصن امام مملوك مفرد مؤنث مبدوب بحرف ايه متحرك. والكلام ده انا سبق وان احنا قرأناه في التكست في الدرس الاولاني سواء في سنة اولى وفي سنة تانية. يبقى انا عندي صفات الملكية، قلنا جو مو مامي تو تونتاتي إلو أل سون ساسي، عندي نو نطر نو فو فاتر فو إلو أل، يبقى لير افك اس ولير لير لير سون اس لير افك اس افك البلوريال. طيب عندي هنا بعد كده ده موضوع احنا شرحته يعني المرة اللي فاتت وكده في المحاضرة الاخيرة، ولكن هو كان متبقى عند الملحوظة البسيطة دي وبنعمل عليه ريفيزيون. ما تاسا، يبقى عندي ما تاسا بستبدلهم بمون وطن وصن امام مملوك مفرد مؤنث مبدوء بحرف متحرك. عايز بعد كده اللي هو الموضوع بقى بتاعنا بتاع النهاردة
والكلام ده شفناه في الدرس الاولاني عند البرونوم بيرسونال. انا عند البرونوم بيرسونال ديا ده من الموضوعات المهمة جدا. البرونوم بيرسونال ده انا عندي انا بستعمل الضمير الشخصي. ضمير الشخص ده هو ضمير بيحل محل اسم سبق ذكره. يعني انا اقول مثلا مسيو جون فاوستاد. ازابيل فاوستاد. مسيو جون فاوستاد يعني مسيو جون يذهب الى الاستاد. وبعدين بعد كده ما ينفعش اقول مسيو جون بيحب ياكل مثلا عند ماكدونالد، او مسيو جون مثلا هو بيذهب الى الحديقه مع زوجته. مسيو جون ما ينفعش اقعد كل شويه اقول مسيو جون مسيو جون، او ايزابيل ايزابيل ايزابيل، او لي جارسون مثلا، او لا. يعني انا بجيب اشوف الضمير ده، اشوف موقع مسيو جون في الجمله. يعني انا عند الضمائر بتاعتي ده، هي عند البرنوم بيرسونال دي قد تكون في بداية الجملة اللي هي السوجي، وقد تكون في نهاية الجملة اللي هو الكمبليمون. فأنا عند ضمير السوجي اللي هي إيل، عند آل، عند إيل وعند آل كده. أنا كل دي ضمير السوجي، ضمير الفاعل. يعني الإيل دي مثلا أقول مثلا الواد ميشو مثلا، ميشو أو محمد أو أحمد نمبورت. أنا أستبدل احمد او ميشو او ميد اي حد مفرد مذكر بايل. طب لو مفرد مؤنث البت زوبه مثلا يبقى ال. طيب مجموع ذكور يا اولاد يبقى ايل افيك اس. طيب مجموع بلوريال، بلوريال فيمينا هقول ال. يبقى انا عندي ضمائر السوجي دي اللي هو ضمائر الفاعل اللي هي طبعا إلا وقال اللي هو الضمير الشخصي، احنا قلنا بيحل محل اسم سبق ذكره. الضمير الشخصي يحل محل اسم سبق ذكره. وانا برضو عندي ضمير فاعل اللي هي النو، تاخدين بال حضراتكم، يعني الضمير الفو وهكذا، دي برضو ضمير فاعل. طيب انا دلوقتي ده عرفنا ضمير الفاعل، وقلنا الضمير الشخصي بيحل محل اسم سبق ذكره. يعني مثلا اقول الي فا اوستاد، وبعدين ما ينفعش اقول علي جو تنس، علي بيلعب تنس، علي ايه علي ايتيديون، علي طالب جامعي. اقول ايه علي ابيت، قال لي الكلام ده ما ينفعش. ابيت امكتم مثلا، يعني علي ساكن في المؤقت. قال لي ما ينفعش تقعد تقول كده علي 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 علي، امال ايه يا خواجه؟ قال لي لا، ما انت احنا بنستعمل البرونوم بيرسونال الضمائر الشخصيه دي عشان بدل ما نقعد نكرر الضمير الشخصي ده بيحل محل اسم سبق ذكره. يعني بدل ما اقعد اقول علي 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 هنا اقول الا هنا الا، يعني علي فا استاذ، هو بيلعب تنس، هو طالب، وبعدين هو ساكن في المقطم وهكذا. طيب لما اقول علا مثلا، البيت علا، بدل ما كل شويه اقعد اقول علا علا علا، لا ما علا دي مفرد مؤنث، يبقى هجيب فاعل مفرد مؤنث اجيب ال، يبقى ال اقول علا فا استاذ، علا جو تنس، علا الي اتيديونت، علا بدل ما اقول علا اقول الي اتيديونت، الا بيت امكتم وهكذا. يبقى نذكر بس الايه في اول جمله، وبعد كده بجيب الضمير الشخصي. يعني مثلا اقعد اقول علي وعلا، يبقى هما جمع مذكر، ال فا الجو اتينيس، الجو الجو اتينيس، ويبقى جو بلوريال طبعا جمع، السون اتيديون هما طلبه، وبعدين الى بيت امكتم وهكذا. طيب لما اقول مجموعه بنات، البت مثلا علا والبت سهى، يبقى هجيب جمع مؤنث مكانهم اللي هو ال، ال ال اس. يبقى عرفنا ضمائر السوجي، ضمائر الفاعل اللي هو ال وعندي ال، دول اتنين فاعل مفرد، ال دي للمفرد المذكر وال دي للمفرد المؤنث، عندي ال لجمع المذكر وعندي ال هنا لجمع الايه المؤنث.
دي ضمائر الايه السوجي. طيب انا عندي ضمائر الكومبليمون يا حضرات. ضمائر الكومبليمون دي عندي الكومبليمون ده هو عندي نوعين من الكومبليمون. قد يكون كومبليمون ديريكت انا ديريكت او قد يكون كومبليمون انديريكت. مسيو جون هيسالني مثلا يقول لي مسيو يحيى كالي لا ديفيرونس انتر لو كومبليمون ديريكت والكومبليمون الانديريكت. يعني المفعول به الديريكت المفعول به المباشر والمفعول به الغير مباشر. المفعول به المباشر ده هو مفعول مش مسبوق بحرف جر. يعني انا اقول انا جيفوا احمد جيفوا سامي جيفوا ميدو جيفوا نامبورت. يعني انا ارى ميدو انا ارى سامي وهكذا. انا جو ده فاعل سوجي فوا ده فيرب فوار وده فعل مجموعه ثالثه انا ارى. وبعدين ميدو هنا كومبليمون دايركت ما نعمل اعراب كده اناليز للجمله. ده مفعول به ايه مباشر. ليه بقى مفعول به مباشر؟ لان مش مسبوق بحرف جر. مش مسبوق بايه بحرف جر. هيجي واحد يسالني يقول لي يا مسيو يحيى طب ايه حروف الجر؟ يعني عندي وطبعا مشتقات الا دي او على الابوستروف الابوستروف او كده. ده هنا مفعول به مسبوق بواحد من حروف الجر فده كومبليمون اندايركت. مسبوق بحرف جر زي شيء مثلا عندي افيك شيء يعني عنده افيك يعني مع دو يعني عن. انا عندي مثلا سور يعني فوق او على دو معناها في عندي وهكذا عندي بور كل دي يا اولاد حروف جر. عندي ديريير دو وهكذا عندي ديريير اكوتو دو كل الكلام ده. طيب يبقى احنا عرفنا الكومبليمون ده قد يكون ديريكت وقد يكون اندايركت مفعول مباشر او غير مباشر. الكومبليمون الديريكت ده ني با بريسيدي دي بروبوزيسيون هو لا غير مسبوق بايه بحرف جر يا مسيو جون ماشي. لكن لو المفعول بتاعي ده سبق بحرف جر فبقى كومبليمون اندايركت. فالكومبليمون اندايركت ده لازم يكون مسبوق بحرف جر. وده الكلام ده اللي هنشوفه بعد كده ان شاء الله في ما هاجي اشرح لحضراتكم الكومبليمون اندايركت الكومبليمون دايركت والكومبليمون اندايركت. وشكرا وان شاء الله يعني هنتواصل تاني كده بعد شويه يعني في المحاضره الثانيه. شكرا.